يعني سيد علي، الجماهير الإطار أو تنسيقية مظاهرات الإطار تعلن عن مظاهرة من أجل الضغط للإسراع بتشكيل الحكومة. تعتقد يعني في ظل أنه الإطار اليوم هو الكتلة الأكبر، أو هو الكتلة الأكبر حتى عقب الانسحاب الصدريين، يعني تعتقد أنه السبب الحقيقي هو الضغط للإسراع بتشكيل الحكومة، وإحنا نعرف الإطار هو الكتلة الأكبر والمتحكم بال يعني بالعملية، أم أنه هناك فد أمر يعد الإطار ويريد يخليه بحجة ضغط الجماهير؟ أكيد أنه اليوم هو القوة السياسية الكبرى صاحبة القرار الأول في البرلمان العراقي من حيث أعداد الأعداد البرلمانية. لا أعتقد أنه زين، يعني هسه أريد ناخذها بشكل بسيط طبيعي. أنت اليوم تريد تطلع تظاهرات، تطلع تظاهرات علينا. أنت القوة المنفذة الأولى أو القوة الشيعية الأولى اللي تملك المقاعد في البرلمان، تطلع تظاهرات على روحك تطلع. لا، هذه اعتقد هي عباره عن لعبه سياسيه، إذن هو تكتيك. ضغط سياسي خاصه يضغط بها على التيار الصدري. لربما راح انه التظاهرات راح تكون بالحنانه والتظاهرات راح تكون بداخل النجف. مجرد انه خلينا نقول نوع من انواع الهجوم او المباغته الجديده من اجل الضغط على التيار الصدري للرسوخ او الخضوع الى بعض المطالب. حقيقة اليوم الإطار يعني مسك زمام الأمور بشكل كلش جميل ومضى بهدوء، خرج بعدة مراحل، منها مرحلة الاقتتال والدماء إلى مرحلة الهدوء، مرحلة اختيار المرشح. أعتقد شيوخ الإطار كانوا أذكياء جدا، كانوا سياسيين بامتياز بحرفية، استطاعوا أن يمضوا بهذه المرحلة الضيقة نحو التهدئة كلش كبيرة. لكن القادم لابد أن يأتي بسرعة متفاعلة أكثر ما من هذه الوتيرة. هذه الحجر او هذه المفارقه البسيطه انه احنا سنظهر بتظاهرات. هذه التظاهرات اولا هدفها تعيب من روح وحيويه وتمسك جماهير الاطار بسياسيه وبقياديه في الاطار ايضا. اثنين، فرق الضغط على التيار الصدري وعلى القوى الاخرى انه احنا لا زلنا نملك الشارع، لا زلنا قادرين على التغيير. ثلاثه، نعم شباب، فقدنا الاتصال.